السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة بعد غياب طويل دام كثيرا. المهم كيفكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ اليوم راح نكمل شغلنا بالمزرعة. طبعا أنا هلا قبل شوي فتحت شياكة شفت إيش في عنا إيش في الناس عنا. طبعا خليني أفرجيكم بشكل سريع. طبعا الأراضي الزراعية عنديها مزروعة، الأرض تمام، يعني أنا ما عندي هاي الأرض وباقي الأراضي ما هي إلي. المهم ما أنا فيها هون، الأسعار ما أنا فيها هيوم، ما أنا فيها ما أنا فيها. الشيء اللي انا راح نعمله اليوم هو الحيوانات. بدنا نركز اليوم بشكل جدا كبير على الحيوانات، بدنا نكمل من هاي الشغلات الموجوده هون عندنا كلياتها، بدنا نكملها ان شاء الله. واهم شيء بنكمل المكمل الغذائي، وما بعرف جوز ناخذ عقد ما ناخذ عقد ما بعرف، بس ما اظن ناخذ عقد لانه العقود اكيد راح تعني. بس هذا الشيء راح نعمله اليوم، يعني راح نكمل شغلنا بالحيوانات. طبعا هلا الحصن شغلهم تمام، بس بدون هذا الكورونت بنحاول نأمله، ندور عليه بالصناديق عندي هون. المهم بنحاول انه هو اهم شيء البقر اليوم، لانه البقر الانتاجيه تبعته البقر شوفوا الانتاجيه تبعته 38%. ليش؟ لانه ناقص هي العناصر الثلاثه. فان شاء الله رح نكملها، لانه هلا شوفوا انا حاطط له وحده 25% اللي هي الجريس، هي 25 بس هون صارت 38%. في شغلة ثانية يجوز التنظيف والشغلات هي، المهم لو بس حطينا شغلة ثانية هشوف انه هذا الرقم راح يبلش يطلع، وهي 38% راح تطلع، يعني بتزيد الانتاجية. يعني هون كاتبين كل واحد 345 ساعة بيتم انتاج حيوان جديد بيجي، ويعني هذا معدل الانتاج تبعته. المنور عنده بيطلع 342 200 و 18 سلور و50 ملك. طبعا امتى بيطلعوا هدول القيم؟ لما بتطف 301 3145 ساعة، يعني ما بعرف كم شهر. تمام. طبعا هون نفس الشيء، شوفوا هون كاتبين انه بدها 2516 ساعة. طبعا هون العدد هي 10 ساعات، ناقص 10 ساعات ضل الحيوان الجاي اللي بعده. هون ضل بده شيء 2500 ساعة حتى ينتج حيوان جديد. هون في عنده 1500 ساعة حتى ينتج حيوان جديد. طبعا هون في يمكن شغلة جديدة انك تعرفها، انه هدول بس هون في شغلة انه هدول البيض ما انه سرعة انتاج عندهم اسرع، لا، لان هدول اثنين، عرفتوا شلون؟ فالاثنين لازم اساسا اثنين، بس لانه الرقم مقسم على اثنين فرجع هذا الرقم، عرفتوا شلون؟ فالنتيجة واحدة تقريبا، تمام؟ يعني كله 3145، كله مثل بعضه، شوف 3145. المهم هلا خلينا نروح بنجيب سيارة أول شيء. هذا لا، هاي لا، ما بدي أحسب التراكتور. طبعا بدنا نروح نجيب الماكينة العلف. هلا ماكينة العلف هي أفضل شيء لأنه بتحط فيها كل شيء. أيوة جا نعمل. هلا اول شيء انا في عندي جريس، هي هذيك بدي اروح احط هون اياها اول شيء. هذيك هلا هو لازم جريس مو هلا هون هي اللي هي تجي مثل نوعيتها مخلطة، بس ما راح نحطها هلا الخلطة. بده هاي، بده الفافة. ليش هذول الاسماء هيك متغيرات؟ كان هو ما هيك انا بتذكر. المهم هلا انا بعرف انه بده هايد، هاي الهايد ناخذ الهايد هيك وروح. مو هذا جريس، عفوا جريس مو هايد. شو الاكل صار محله؟ وين الاكل محله؟ يمكن هون؟ لا هون، لا وين الاكل؟ يمكن هون برضه، لا مو هون. هلا هون مكان التنزيل. هذا وين؟ عجيب. شفت شلون؟ نقصت شي 200، معناته مو هي، معناته هي الجريس. معناته هون بدها كليفر سلوفر. هي الكليفر سولو سليج اللي سويناه هون الفيديو الماضي اذا تتذكروا، عملناهم هدول ان هن ملفوفات هدول، بس هدول لسه ما جهزوا. شوفوا بس نقرب عليها، شوف مكتوب عليها جريس لايت، يعني هذا بده يمر عليه 24 ساعة حتى يزبط. فبناء على ذلك لازم نروح نشتريها شري، تمام؟ هاي اول شغله. هاي
الثانية والهاي كمان اشتريها شريط، نروح على المتجر بكل بساطة، ندخل هون، نجي هون على الطبالي، بتلاقي هون هاي، شوفوا هاي بالت سلوك وهي بالت هاي، تمام. طبعا اذا سلوك انتم مثل ما انتم شايفين كثير غالي، وفي عندنا هاي جريفر، هاي ممثلة مستخدمين والله كويس، بس كميتها اقل، بس يعني اتس اوكي. هي مو مركب مود انا، فنزل لي انه تقدر تشتريها. حلو والله، نايس، جميل، يعني مرخصين علينا السعر، حلو. طيب انا طلع، رحنا نشتري الطبالي اللي محتاجينها. اول شيء نحتاج من هي، خلينا ناخذ اثنين كفي، تمام، ونحتاج من الهاي، تعال نشوف اذا في هون هاي، بس هو نفس الشيء، هاي 250 كمان اثنين. هلا ضل بدنا شغله واحده بس، اللي هي العمليات المدمجه، بس وين صار بدون نفسه؟ هي ما بتتحمل، لازم نحن نجيب تريلا ثانيه، بس مش وش هتصير معنا. يعني هو اذا حطيناهم هدوليك بهي راح ينفرطوا مباشر، شفت شلون؟ فانا راح اجيبهم ونحطهم، تمام، ونشوف شو يصير معنا. يعني صارت على انها شكلة تريلا التحميل. طيب تمام، حلو. هلا بنرجع على الارض تبعتي، بس ما تطب لا تطب لا تطب، هو اساسا هاي التريلا كلها بعضها ما بتضبط، بس ايش بدنا نسوي؟ يعني حتى هذيك التريلا المسطحة ما بتضبط، لان هدول مدورات، يعني لو مسطحة كان ضبطت. المهم وين البقر؟ هيك المعلف لازم يكون من هون، تماما، هذا هو مفروض منه. هلا عرفت ليش مكتوب الاسماء، ما عرفتهم لانه مو منزل مود، مغير انواع الاعلاف، فلذلك السبب. وين رحت؟ اتوقع انحطيت. طبعا راح احط انا بس هلا هاي الهايد عشان تعرفوا انتم ايش الفرق بيناتهم. شوفوا هلا هون حطينا هايد 8000، شوفوا صارت حمراء. هون حطينا ابو 3000، شلون؟ اي 8000 مضبوط، هون 8000، هون 3300، صار من هذا الشيء. يعني هلا شوي شوي راح يبلش يتحسن الانتاجيه تبعت الحيوانات. هلا ظل عندنا شغله واحده بس اللي هي مطلوب منا، اللي هي الموزتس لوج او الجريس لاين. هذا موجود عندي، هذا الجريس لاين، هذا هو موجود. وين 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 يوم موجود عندي. هاتين لي ابو وحده معلم، خلينا نطلع فوق اول شيء. هذا قبل ما نطلع، الله على الفلاح اللي بيصير يطلع لفوق الدنيا. يا رب، قدر 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 قدر، والله هيك بكون خلصنا الشغل كله، ما توقعت بهالسهوله. اوه نايس، تمام، شفت شلون؟ عبينا كل اشي، معناته خلينا نكمل معناته هذا جاهز، ما اظن كان جاهز والله، غريب. طيب بنكمل الاحتياجات تبعت البقر. خليني اخذ التريل هاي، بس خليني اصل هاي هني، واجيب التريل هاي ونحاول نفضي هدول التوب كلياتهم، ونروح نجيب حمل من نوع ثاني هلا، او حاول يكفي هيك، ما نحاول نحن بحاجة اكثر من هيك. يعني هلا شوفوا الارقام، يعني الارقام مقابل الحجم بكفي اتوقع، يعني مو ضروري انه نفولها، لانه بالاساس احنا ما عندنا كثير حيوانات. يعني هلا استنوا شهر 10 دقائق رح يتحسن هذا الرقم كلياته، نهاية الفيديو ورجيكم اياه مرة ثانية. هذا الحصن بده هون شيء اسمه كرونت، كرونت كرونت، هذا الكرونت منين بدي اجيبه؟ انا نسيان المشكلة، المشكلة انه هذا بيعطي 10% بس الكرونت، كرونت. طبعا الشيء اللي اكتشفته هلا انه هو الكرونت طلع جذر، تمام، وجذر ما في، فقررت اعمل شيء ثاني اللي هو راح افرجيكم اياه. راح اروح اشتري طبليه واحده من اكل الحصن، تمام، ونجرب بنحطها لل بنحطها بش بنحط له اياها يعني، ونشوف شو راح يصير معنا. يكمل لا ما راح يكمل، لانه بده جذر، والجذر هذا محطوط كله على بعضه عشان ننزل المود، شكله في تضارب بالمودات، يعني هاي المشكلة طايرة معي. فيعني بنجرب، ضبطت ضبطت ما ضبطت وما ضبطت، بكون هون وصلنا نهاية الفيديو. يعني بنحاول بس لا أكثر ولا أقل، وفيديو جاي إن شاء الله نبلش نشتغل بشي تاني مثل الغنم، الدجاج، ما بعرف شو راح نشتغل. المهم طبعا بدنا واحد بس معلم، ها
هو بيطلع ولا ما يطلع ما بعرف، والله يطلع يعني. طيب بنزل بنحاول نحملها بطريقة أخرى، هي لازم هي محطوطة بالميل هيك. أنا والله ما بعرف، إن شاء الله تثبت يعني. حلو، عم تتفرغ على الكف، عم تتفرغ فيها. يعني جميل. أدي أدي أدي، حلو، صارت تتفرغ على الإيد. أصلا ما ليه ما ضل فيها شيء أساسا. وين الأكل؟ العيلة هون، هاي الأكل. على أول شيء قبل ما نكمل خلينا نشوف بلش عبي والله طهر، ممكن أتوقع تعبي هون. يعني مثل ما لكم شايفين هون عم تعبي، بس هي 333 30 لم تنجح معنا أو لم تضبط معنا، فلذلك يكون هون في نهاية الفيديو. شكرا لكم، شكرا للمشاهدة، وانتظرونا إن شاء الله فيديو جديد بكرة، راح نبلش نشتغل على الغنم تمام، والجيج يعني، الغنم والجيج ما يبدو كثير يعني شغل مثل البقر والحصان، يعني الجيج أسهل شوي والبقر إن شاء الله، ونشرح لكم إيش الفائدة من هذا الإشي اللي هو الأصفر الموجود هون قدامنا تمام. وبس، وكون هون سنة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.